والله يا حبيبي تجديد النصف النقابة الصيادلة، نص المجلس النقابة العام بيتغير وبيجي مكانه نص مجلس جديد عبارة عن 12 عضو، وهيكون بمساعدة ال 12 عضو القدامى زائد النقيب. والهدف من كده هو ان احنا بنشيل 12 عضو، بنجيب 12 عضو جداد ياخدوا الخبرة من ال 12 عضو القدامى وهكذا. انا اتمنى ان المجلس الجديد يكون اكثر قوة وحزم من المجلس القديم، ويجمع كل الصيادلة تحت مظلة واحدة. Thank you.